ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. حنا كنتواجدوا عند واحد السيد اللي كيبيع الدجاج، غنسولوه يعني على هذا الارتفاع الخيالي ديال الدجاج، يعني السبب ديال هذا الغلاء هذا. ايوا خويا اش نقول لك، الدجاج قليل هذه الايامات، هذا قليل، هذاك الشيء علاش ولا كيزيد قليل، يعني الدجاج قليل داك الشيء علاش. داك الشيء علاش، ماشي نتوما يعني اللي كتغتنموا هذه الفرصه وكتزيدوا؟ لا لا، ماشي حنا اللي كنزيدوا، هما اللي كيزيدوا. شكون اللي كيهما؟ هما اللي ني الدجاج الفريمات والكوارة وداك الشيء. هما اللي الفريمات والكوارة حيت لا لا داك الشيء علاش. دابا شحال داير اليوم الدجاج؟ اليوم اسيدي كنبيعو فيه 440 430 440 430 يعني بشحال كتقتل الدجاجه دابا اللي كانت في هذيك 2 كيلو؟ شحال كتقتل تقريبا؟ ولا هذا شحال كتقتل؟ 960,000 ريال. 960,000 ريال. دابا الا درنا نلقاو عندك شي دجاجه بشي 600 ولا 700 ريال ما تقدرش تلقى، ضروري تلقى زايده ولا زايده شويه، 760 800 ريال. يعني الدجاجه ديال 600 700 يعني مسكين 100 كلش دجاج والو والو، يعني الدجاج اللي كان شيط المسكين حتى هو غلى. الدجاج ب 440 كاين شي اقبال عليه؟ ما عرفت والله، ما عرفت، ما عرفتيش واش كاين شي اقبال ولا لا؟ ما كاين حتى شي اقبال. مثلا شحال كتخرجوا من الدجاجه في النار؟ اخواش انا نقول لك، ما عرفتيش شحال كتخرج؟ ما عرفتش شحال كتذبح وصافي. اخواش انا نقول لك، انا كنتمنى يرخص. كنتمنى يرخص ديالو. شحال خصو، شحال خصو يكون الكيلو الثمن المناسب ديالو؟ يكون مناسب 260 ولا كاع 240. هذا هو الثمن المناسب ديالو، يعني ملي كيولي 440 وهذا راه كيولي 440 اخويا بزاف. اللي قلتي 440 كيقول لك كيهرب.